السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. حلقة اليوم بإذن الله ستكون من الأهمية بمكان لكل قانوني على المستوى الذهني النظري وعلى المستوى العملي أيضا. الذكاء القانوني اللغوي. الذكاء اللغوي القانوني. الذكاء القانوني، الذكاء اللغوي، الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي القانوني، الذكاء القانوني الاصطناعي. تروا ما معنى تلك المصطلحات وما مدلولات تلك المفاهيم وكيف نستطيع أن نفيد منها وأن نرفد منها في تكويننا القانوني النظري العقلي وفي واقعنا الممارسي الشفاهي اللفظي الترافعي أو في واقعنا القانوني العملي الخطي الكتابي التحريري. دعونا نرى ذلك على النحو الآتي. الذكاء القانوني اللغوي كما ترون هو مصطلح أو مفهوم قانوني مركب من ثلاثة عناصر: الذكاء والقانون واللغة. وبتبيان وبيان معاني تلك المفردات وبالجمع بينها جمعا نظاميا نسقيا يستبين المعنى الذي نرومه ونصب إليه. الذكاء بداية هو القدرة. القدرة على ماذا؟ القدرة على التحليل، القدرة على التفسير، القدرة على الفهم، القدرة على التخطيط للاستجابة. هذا معنى الذكاء عموما. فالذكاء ملكة ذهنية هي للإنسان، وهو باختصار يعبر عن القدرة. إذن الذكاء هو القدرة على التحليل، القدرة على الفهم، القدرة على التفسير، القدرة على استبيان الأنماط. لماذا؟ للتخطيط والتصرف معها، للاستجابة الذكية. هذا هو الأصل في عملية الذكاء الإنساني. ولو قلنا الذكاء القانوني أدخلنا هاهنا القانون، هذا المفهوم القانون، ذلك العلم الاجتماعي الذي يعبر عن القواعد العامة المجردة التي غايتها تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وحماية الحقوق والحريات وبسط العدالة. الذكاء القانوني بناء على ذلك هو حسن فهم الظواهر القانونية وحسن تفسيرها وتفصيلها وتنميطها، أي تحليل هذه الظواهر ثم فهمها ثم تفسيرها ثم إعادة تركيبها للاستجابة القانونية في المواقف المختلفة. الذكاء القانوني بناء على هذا الاعتبار هو قدرة، قدرة على الإلمام بالظواهر القانونية، أي ظاهرة قانونية كانت، مدنية، جنائية، إدارية، دستورية، أيا كانت تلك الظاهرة. القدرة على ملاحظة تلك الظواهر القانونية، القدرة على تصنيف هذه الظواهر القانونية، القدرة على فهمها واستيعابها، القدرة على تفسيرها والربط بين أجزائها بروابط منطقية، ثم القدرة على الاستجابة لها، وهنا يكمن التصرف الذكائي. هنا على المستوى الأول هذا الذكاء القانوني التحليلي، ها هنا وصلنا إلى نقطة الذكاء القانوني الممارسي أو العملي أو التطبيقي. بعد أن لاحظنا الظواهر القانونية، بعد أن صنفنا هذه الظواهر، بعد أن استوعبناها فسرناها وربطنا بين أجزائها ربطا منطقيا متماسكا، نصل إلى المرحلة الأخيرة ألا وهي مرحلة الاستجابة. الاستجابة أي التصرف القانوني بناء على الموقف، موقف دفاعي، موقف لفظي شفاهي ترافعي، موقف خطي كتابي تعبيري، أيا كان الموقف.
إذن الذكاء القانوني هو القدرة على فهم الظواهر القانونية، على وصف الظواهر القانونية، على تفسير هذه الظواهر أو الظاهرات القانونية، وعلى الربط بينها. ثم المرحلة الأخيرة الأوتبوت، المخرج النهائي، ألا وهو الاستجابة أو التصرف القانوني الذكي بناء على تلك المدخلات الانبوتس. هذا باختصار وعلى سبيل الإيجاز.